بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف مع بعض ازاي نرسم شجرة بسيطة. هرسم دورية بالشكل دوت، هدوس كنترول عشان تبقى شكلها منتظم. عايز اديله لون معين، هدوس هنا واختار من هنا فيل اند ستروك، هيجيب لي الشكل دوت. ممكن تبدأ تديله اي لون انت عايزه، ممكن تديله شكل برضو ستروك خارجي لو انت عايز. شوف البلور قد ايه. بعد كده هرسم انا مستطيل، اغير اللون بتاعه. وهكرر الدايرة اللي احنا رسمناها في الاول، ادوس رايت كليك وهقول له دوبليكيت. بعد كده هعلم على الاتنين، هدوس شيفت. بعد كده هاجي هنا من باص وهقول له انا عايز انترسكشن، يعني جزء مشترك بالشكل دوت. فيبقى انت كده عندك تقدر تدي ده لون مختلف شويه قريب من الاخضر. تمام، هبدا ارسم هنا الجذع بتاعها، فهرسم مستطيل برضو وهرسم اعمله دوبلكيت اوبجكت. عايز دوبلكيت، رايت كليك دوبلكيت. بعد كده هرسم مستطيل تاني بلون يكون أغمق شوية. وبعد كده هاخد شيفت وأعلم على الدائرة الأولانية، المستطيل الأولاني، وأقول له أنا عايز الحاجة المشتركة بينهم. وأعلم عليهم وأغير السكيل بتاعهم زي ما أنا عايز بالشكل دوت. تبدأ تحط بقى شكل الشجر دوت. طيب هعلم على دول كده دورتين واقول له خليهم هما اللي قدام بالشكل ده. ممكن تكون انت عايز تضيف مثلا بعض الشكل اللي حواليه، فهضيف دورية صغيرة تكون لونها اخضر برضو اهي، اديها لون اخضر. ممكن تحطها كده وتبدأ بقى ايه تاخدها دوبلكيت وتلف حوالين الشكل بتاعك، يعني دوبلكيت دوبلكيت. نرسم مرة تانية بالشكل دوت. اجي هنا اقول له انا عايز كباص اوبجكت باص، احول الاوبجكت ده لباص. دلوقتي ممكن بقى بكل سهولة ان انا اعلم على النقطتين اللي فوق دول واقول له ادمجهم لي مع بعض، والنقطتين اللي تحت دول اخليهم على هيئة زي قوس اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز بالشكل دوت. وبعد كده اجيب ارسم الساق بتاعها بالشكل دوت، واروح مخليه هو يرجع لورا. يبقى عندي حاجة بالشكل دوت.